ومن الحاجات بقى اللي عايزين نتكلم مع حضراتكم فيها حاجات ايجابيه جدا ان احنا حبينا نسلط الضوء عليها هي البسايسه. البسايسه قريه بمحافظه الشرقيه وتعتبر اول قريه تعتمد في حياتها على الطاقه الشمسيه وبتكتفي ذاتيا بالطاقه على اسطح المنازل القريه وبطاريات طاقه شمسيه مولده للكهرباء اللي بتشتغل في جميع الاجهزه الكهربائيه بالقريه. طبعا اناره الشوارع كمان واول قريه رائده في استخدام الموارد الطبيعيه. القرية دي حاربت ارتفاع أسعار الغاز بتوليد البيوغاز ويا رب نعممها في كل المحافظات من إعادة تدوير المخلفات الصلبة، يعني بتتخلص من كل حاجة ملوثة للبيئة وبتعيد استخدامها تاني وبتستفيد بيها. احنا طبعا كان لازم نروح بكاميرا البرنامج ونشوف ونرصد، تعالوا نشوف التقرير ده اللي رصدته كاميرا البرنامج ونرجع تاني. البسايسة قرية تابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، وهي أول قرية تعتمد على ألواح الطاقة الشمسية كبديلاً للطاقة الكهربائية من خلال أسطح المنازل. الطاقة الشمسية جت في سنة 74 تقريباً، وجانا الدكتور صلاح عرفة بدأ يجمع أهالي القرية علشان يعرض عليهم فكرة الطاقة الشمسية. أول ما جانا فكرة الطاقة الشمسية احنا قلنا إيه الطاقة الشمسية دي؟ فجاب لنا نموذج صغير اللي هو لو عرضته على حضرتك قبل كده وشغلنا عليه اللي هي التلفزيون 12 فولت على البطاريه الحماديه. طبعا احنا بنشتغل على الخليه الصغيره ديت على التلفزيون يعني بالنهار، طب عايزين نشغله بالليل نشغله ازاي؟ جبنا بطاريه حماديه. البطاريه الحماديه كان الخليه تشحن ليها الخليه تشحن ليها البطاريه اشغل عليها التلفزيون. احنا كنا بادئين الاول بحوالي 4 تلواح او 5 تلواح على بطاريه حماديه طبعا عممناها في 2017 تقريبا واشترينا اللوائح ديت وجبنا بطاريات جافه لحضرتك اللي هي موجوده ديت غرفه التحكم اهيت عندي بالنسبه للخليه بتنزل لي تيار مستمر تيار متردد بدخله على البطاريه بتحول لتيار مستمر. البطاريه دي بتخش التيار اللي بيجي لي ب 12 فولت ال 12 فولت بيخش على الوحده التحكم بيحولهم من 12 الى 220 وموجودين عندي هنا بوزعهم على البيوت وعلى الجمعيه وعلى جميع الناس اللي عاوزين يشتركوا برضو. انا عندي فؤاد موجود عندي. طبعا مشروع جميل وكل الشباب بقوا فرحانين بيه، فطبعا احنا كعيله 3 ادوار في البيت يا رب تخلي، فطبعا نفعنا نفع جامد. فلو الكهرباء قطعت يوم او اثنين او ضحويه او عصريه هي ما شاء الله عندنا مستدين في كل حاجه. سعاده كبيره لاهالي قريه البسايسه بعدما اصبحت من اهم القرى في توليد الكهرباء عن طريق الواح الطاقه الشمسيه. انا مركباها تقريبا من 6 سنين، كانت الاول خليه صغيره بتكفي لمبه ومروحه، دلوقتي بقى عندي حوالي 6 أو 7 ألواح، ودي أنا واخدها إذن من الجمعية، يعني أنا الجمعية اللي مكلفة عليها وأنا بدفع لها إذن. الاستفادة إن هي موفرة عليها تقريبا نص استهلاك الكهرباء. الطاقة الشمسية عامة أو الخلايا هي بتبقى مكلفة شوية، بس الجمعية موفرة لنا موضوع الإذن، فأنا كده كده عاملاها بالإذن فمش حاسة بيها أصلا. أنا متجوزة بقالي 3 سنين، ومن أول ما اتجوزت دخلتها بتوفر عندي في الكهرباء، النور لما بيقطع بتشغلها بتوفر عليك كتير. لما تيجي تبص كده تلاقي ان هنا طاقه مش في اي قريه تانيه ولا في بلد تانيه، احساس حلو برضه. على مدار اكثر من 50 عام نجح اهالي قريه البسايسه بالمجهود الذاتي في الاكتفاء من الطاقه الشمسيه وتحويلها الى طاقه كهربائيه تضيء الحياه من حولهم. أنا سعيدة بالفكرة دي، يعني عارفة إن أنت هتبدأي الكلام بس أنا يعني مبسوطة بالفكرة إنها نفسي تتعمم في كل المحافظات، يستغنوا عن الطاقة بموارد بسيطة جدا وتدوير المخلفات. دي فكرة رائعة. بنحيي قرية البسايسة والشرقية كلها شرق وحبايبنا وبنغير منهم غيرة حميدة، وعاوزين نعمم الفكرة زي ما قلت يا منى إن شاء الله في كل حتة في مصر. إحنا بلد جوها ما شاء الله طول السنة يكاد يكون يعني 350 يوم من 360 يوم جونا جميل ومشمس ورائع، ففكرة جميلة وتحية ليهم.